أسعد الله مساءكم. يسرني كثيرا أن ألتقي معكم في هذه المقابلة التي هي خاتمة حلقات برنامجكم هذا صفحات من تاريخ الكويت لهذه الدورة، حيث سيتوقف البرنامج بعدها، وإن شاء الله سيعود البرنامج إليكم في العام القادم في مطلع شهر يناير عام 1976، وسنعمل مقابلات جديدة مع رجالات الكويت في شتى مجالات الحياة القديمة في الكويت، تاريخيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأدبيا ونحو ذلك. يسرني أن أقدم إليكم في هذه المقابلة الحاج عبد الله بن علي العزب العجمي. وولد في البادية سنة 1311، وعمره الآن 84 عاما، وهو من رجال البادية المعروفين، كما أنه يعرف الشيء الكثير عن الحياة البادية وأحداثها وسيرة رجالها وفرسانها وشعرائها، وله إلمام واسع في الأحداث التاريخية التي حدثت في الكويت ونجد والأحساء، وخاصة الأحداث التي عاصرها. بدأ الحاج عبد الله العزب حياته في البادية، وفي أيام حكم الشيخ سالم المبارك صباح أصبح من رجاله الذين يحملون السلاح، كما أنه من الفرسان خيال ويسمون الفداوية، وأرى أن هذه التسمية أصلها الفدائية، ولكننا نحرفها، حيث أن عمل هؤلاء الرجال مرتبط بالقتال وتنفيذ الأوامر التي تصدر إليهم الأمراء والشيوخ. وبعد وفاة الشيخ سالم التحق بخدمة الشيخ أحمد الجابر الصباح، ثم الشيخ صباح الناصر الصباح، والآن هو عند الشيخ مبارك الحمد الصباح. اشترك الحاج عبد الله العزب في معركة حمل التي وقعت بين الكويتيين والإخوان سنة 1920، كما اشترك في معركة الجهراء التي حدثت عام 1920. ذهب الحاج عبد الله إلى القوس على اللؤلؤ وقيصن مع عدد من نواخذ الكويتيين، ثم بعد أن كسر تجارة اللؤلؤ وضعف القوس تركه والتحق بالبادية مرة أخرى. سيحدث الحاج عبد الله العزب في هذه المقابلة عن البادية والحياة الشاقة القاسية التي كان يحياها البدو، وكل ما يتعلق بالبادية من جميع النواحي، حتى نعطي المشاهدين الكرام صورة جلية واضحة عن البادية وحياة أهل البادية، لأن الكثير يجهلون حياة البادية جهلا تاما، ولا يعرفون من البادية إلا الاسم فقط، وخاصة بعد أن تغيرت الحال وهجر البدو البادية إلى الحاضرة، حيث لم يعد باستطاعتهم العيش بها بعد أن تغيرت البادية كثيرا عما كانت عليه في الماضي، وحل القحط سنوات عديدة، وبعد أن تفجرت خيرات النفط في الكويت والمملكة العربية السعودية، فانخرطوا بالعمل لدى الحكومات والشركات. البادي المقيم في البادية، والبادية مؤنث البادي، فضاء واسع فيه المراعي والماء، وتبادى الرجل تشبه بأهل البادية، والبدو أهل البادية، والمفرد بدوي، ونحن نلفظها محرفة فنقول بدوي وبدوي، ونجمعها على بدو وبدوان. الحاضر المقيم في الحضر، جمع حضور وحضر وحضار، وحضر فلان حضارة وحضارة، أقام في الحضر وتحضر، تخلق بأهلاق أهل الحضر، والحاضرة عكس البادية، ومفرد الحضر حضري، ونحن نلفظها محرفة ونقول احضري،
ونجمعها على حضر وحضران. لا تزال بعض الأماكن في البادية تحمل أسمائها القديمة منذ العصر الجاهلي، وعندنا في الكويت عدد من الأماكن التي لا تزال تسمى بأسمائها القديمة، وهي كاظمة، ملح، وفراء، السيدان، الرحة، جبال قضي، وارة وتسمى وارة، مقرة وتسمى المقر. كذلك بعض الألفاظ والمصطلحات التي يستعملها بدو هي نفس الألفاظ والمصطلحات اللي كان يستعملها بدو في أيام الجاهلية وأيام الإسلام. للبدو لهجتهم الخاصة المعروفة، والآن تغيرت هذه اللهجة لترك البدو حياة البادية والاختلاطهم بأهل الحاضرة، والمفروض على الحكومات أن تسجل لهجات البدو في كل مكان حتى تحفظ التاريخ ويراها الأجيال. أبو علي أشكرك على حضورك للتلفزيون وتسجيل المقابلة، مثل ما قلت لك مقابلتنا هذه إن شاء الله بتكلم بس عن البادية، عن كل شيء يتعلق بالبادية وحياة البادية والعشب والخباري كل ما يتعلق بالبادية. طيب. ومقابلة ثانية إن شاء الله يجريها وياك نتحدث عن شخصيات البادية والفرسان والشجعان والحروب والغزوات. طيب. فالحين بس كلامنا بس عن البادية حتى نعطي المشاهدين صورة مثل ما قلت عن البادية وحياة البادية وحياة البدو وكل ما يتعلق فيها من جميع النواحي. طيب. فأبو علي القبائل اللي انت لحقت عليهم، نعم، اللي في بادية الكويت، إيه؟ وبادية نجد وبادية الحسة، تذكر أسماءهم؟ نعم نذكرها. اي اللي بادية الكويت اللي انت لحقت عليهم، اما بادية الكويت اللي لحقت عليها، اي فهذا من القبائل الأشراك، اي من مطير عرب نواخذة تبع هلال، نعم، ومن العجمان تبع قصابة بن زمانان، اي ومنتبع شلاش بن حجرف، نعم، هذا من لحته العجمان، وما من عنزة هذا الطواطحة رجال جيل مبارك، نعم، على دورهم، وما من العوازم فهذا لا الشكوفة، وهذا لا أهل الحضور يعني من الحبيني اللي ابن جامع اللي جماعتهم إلى بوسمي إلى إيه، هذا اللي من العواجم في الكويت، وتالي اجتمعوا كلهم إلى الكويت حتى العواجم اللي في نجد. ياو الكويت. ياو الكويت. نعم. وإن الكويت اليوم استغرب القبائل كلها. عدل. حضروا كلهم كلهم في الكويت. فأما من طرف نجد وهذا لحاله. لا بعد فيهم بادية الكويت ما في بعد الرشايدة. الرشايدة. أي بل الرشايدة. هذا لحال الكويت القديمين الرشايدة. وبعض العجمان وبعض مطير وهواجر وبعض الهواجر قم بن مضف على بن زوير على العصفور نواخذة عدل، وفي الحنة دشينا معهم الغوص فيه في شمر شمر ما فيهم شمر إلا عبد الله بن موعد الشمري ولا مرشد وجماعتهم عتيبة ما جاء فيهم إلا تالي الزمان جاء فيهم ناس قليلين ولكن ثبتوا اليوم واجد. اي قحطان ما فيه؟ قحطان بلا فيه. فيه من قحطان ابن خرشان وفيه من قحطان ابن جابر وجماعته. اي خالد جماعته. خالد ابن جابر وجماعته. أي. وفيه قلايل ولكن اليوم واجد. اي وهذول يسمون عريب دار يسمونهم؟ يسمونهم البادية قبل العريب دار. الحين ما عاد يسمونهم عريب دار. اي لا قريبين ذاك يعني قريبين من الكويت. القريبين ذاك الحين ان عريب دار انهم في كل العرب انهم قطيع. اي هذا اللي بادية الكويت. اللي انت لحقت عليهم. اللي انا لحقت عليهم. اللي في بادية الحسة. اللي في بادية الحسة هذا محمد بن العجمان. نعم. والمرة. وبني خالد. بني خالد ملاكة. اي نعم ولهم دولة كبيرة كانت على العريعر وهم الحكام للحسة القديمين ولكن تضعضعوا والكويت عدل يعني استقلوا تالي ولهم القديمين المملكة القديمين بير خالد هذا له الحسة وهل الديرة والمرة قلت ما والمرة اي المناصير ما لهم علاقة لا لا ما لهم علاقة في هذه الهواجر الهواجر اهل قطر
يسافر انقطر ولهم علاقه مع العجمان في الحسا. في الحسا لهم علاقه يعني ينزلها باديه تجي وتروح. والعوازم بعد فيه بالحسا. والعوازم فيه بعد باديه وتجي وتروح. هذه البادية الحسا. هذه بادية الحسا. بادية نيد اللي انت حكيت عليها. نيد. هذا لا نقدعت جنوبي مقحطان قوم ابن هادي قوم ابن عمر وعلوهم وسطهم هذا العتيبة قوم ابن هندي وقوم ابن ربعان وقوم الحمدة فهذا لا عتيبة شماليهم فهذا لا مطير بني عبد الله وواصل و ولكن أم الصمان على المجمعة على دخنة على المستوي هذه البادية للدويش وللفغم ولبن لامي هذه مساكنهم من الطوال القرعة على الهابة على الصافة وتحدى قبلة هذه حدود مطير ومنها حدرة هذه حدود العجمان فالصمان من المغطي وشمال هذا صمان مطير ومن مغطي الجنوب في هذه صمان العجمان صاروا بالعملة صديق يتنازلون ويتفالون وصار بالقوامة لا كلها الصمان كلها ما ينزلونها بالقوامة إلا يغيرون وينيلون وما مسكن البيت أبدا عن المحالم للصمان كله ودهنا الدهنة هذه اللي سبيع والمطير والعجمان الدهنة طويلة والدواسر بعد ولا المرة عدل هي طويلة ولكن الأملاك أملاك الصمان هذه من الطوال وفوق هي أملاكها المطير قديمة قديمة أي. قديمة ولكن ما ينزلونها بالقوامة إلا بالعملة الصلح يتصالح والرجال في إذا صار ديرة مطير مرقعة وحنا ديرتنا مدهرة لا نخاشرهم فيها ولا صار ديرتنا مرقعة وبغى يحدرون عليها بالعملة يجون وينزلونها ويربعون حق ربيض إلا صارت ديارهم كل غنية في ديرته كل ديرته تغني اي وذاك الوقت كان غزوات يعني شيء عادي الغزوات والقتال الغزوات واجد بين بعضهم بعض بالقوامة واجد وبالبناويخ واجد سيارة التزام البيوت والعرب بعضهم بعض وبعضهم بعض للسلب والنهب والقوي ياخذ الرشيد لكن في الأخير الحمد لله انقطعت هذه يلا والفضل يعود للملك عبد العزيز آل سعود الله واللي كريم الله الله كريم بعد ما وحد الجزيرة الله كريم اي نعم ابو علي ذاك ساحل البادية مو مثل الحين البر ذاك الوقت عشب وطيور وغزلان وذيابة كل شيء الان ماكو شيء البر خالي مو مثل قبل خالي قبل اي اول احسن ادري الشيء اللي اخلاه الصيد هذا اخلاه المواتر عادل يوم كثرت المواتر اخلته والله قبل دلول وما دلول ورجري ولا اي انشد منها اي وكل يصيد فيها الصلب يصيد والبدو يصيد وكل يصيد والصيد واجد خاصة الغزلان ما إذا كنت غزلان عندنا هنا بالسيف أنا ويا علي شاهين نصيدها هنا بالسيف بالعدان هذا صوب الجليعة بالجليعة هذه اي أنا أشوف مكانه وأقول له وش هالقناص هذا وهو لشان مكاني هنا أقول وش هالقناص وصيدون ونصيد يا وخشبنا يجينا عدل اي والحباري ذاك ساعة وايد الحباري والطيور كل شيء اي وراني ولكن البادية ذاك الحين على قوة البادية الملولة هالفرس وهالذلول وهالبعير وناسن وهالحين البدوي هالحين أما ناطور ولا حارس ولا دريول ولا كاتب ولا ما دام ضاعوا البدو وتغيروا البدو البدو من أولا شيوخهم رجساهم الحين صارت الشيوخ العظم ما قسلوا ما شاخوا فيها الحين والشيوخ قبل شيوخ ولا منصب عند الحاكم عند ابن سعود وعند ابن صباح وعند ابن رشيد هالحين مرة خلاص ما عاد لهم متغير الحال تغير الحال في كل محل هذا تغير الحال خاصة البادية ما قلنا تغيرت في جميع البلاد العربية بالجزيرة كلها تغيرت كلها تغيرت والغوص دمار اي نعم كل شيء لا والعجب ناحية الغوص
يعني شيء عجيب، يعني شلون البدوي يجي من البر على وله على ما سمعتنا ما نعرف يسبح ويصير قيس؟ يصير قيس هذا توفيق من الله وجراءه. اي ولا مو شيء سهل. اما من طرف طال عمرك هالسيف هذا اول يروحون صبيان تبابه مع اهلهم ويسبحون ويغوصون ويغوصون ويتعرفون، فلكن الفخر البدوي اللي يجيك. لا انا اقول لك لي من البر ما يعرف يسبح ويصير قيس، بعضهم خاصه ممتازه. ما من طرف السباحه يعرفون عيون البر يسبحون فيها. يسبحون فيها نعم. يسبحون فيها ويغوصون فيها. عدل. بقى انا في البحر هذا. في البحر هذا جرعه وتوفيق. بس البحر اصحاب من العيون؟ العيون ماكو شيء وامان في العيون. هذا. لا في مثل ما قلنا قاسم ممتازين. طال عمرك من العازة. قام يركب القوس وقام يهربون وقام يذبحون. لا وبعدين واذا بالقوس ظل مده طويله يشتاقون الى الباديه. يشتاقون. يقولون شعر. الله. مثل هذا يقول يا وهني من فارق السنبوك شاف القنم والبعاريني 90 ليله وانا مملوك كني من السوق شاريني وانه خذا حلني بملوك ايش يجي من الصبح يسقيني هذا اي. كذلك احنا نتكلم ساعه تكلمنا على الباديه وحب البدو للباديه ويحبونها ودائما يبون يسكنون فيها، ويعني كثير من يعني من القديم مو الان من القديم يعني البدوي اذا جاء اذا جاء المدينه الديره يضيق ما لا يقعد فيها ما يقعد فيها مولي ابدا يضيق. وعندنا الحين هي اشياء كثيره يعني مثلا عندنا هنا بالتاريخ معاويه بن ابي سفيان تزوج ميسون بنت بحده الكلبيه شاعره مشواعة العرب ومن الصحراء والباديه حطها عنده في قصر بالشام، لكنها ضاقت بحياتها وملت من حياه الشام والقصر والعز والرفاهيه فتبي ديره اهلها في نجد. وهي شاعره عاد قالت قصيده مشهوره القصيده هذه خاصه اولها يعني اكثر الناس يعرفون البيت الاول لبيت تخفق الارواح فيه احب الي من قصر منيف، يعني بيت الشعر عندها احسن لها من القصر. هي تقول وبكر يتبع الاضعان سقيا احب الي من بقل زفوفي وكلب ينبح الطراق عني احب الي من قط اليفي ولبس عباءة وتقر عيني احب الي من لبس الشفوفي وأكل كسيرة في كسر بيتي، كسر بيت الشعر. أحب إلي من أكل الرقيف وأصوات الرياح بكل فج، أحب إلي من نقر الدفوف وخرق من بني عمي نحيف الخر الكريم، أحب إلي من علج عليف خشونة عيشتي في البدو أشهى إلى نفسي من العيش الظريف، فما أبقي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن شريف. معاوي لما سمع القصيدة هذه أخصها طلقها وارسلها الى اهلها، وهذه القصه مشهوره وتعطينا صوره جليه واضحه مثل ما قلنا عن تعلق البدو بحياه الباديه. مثل القصه انت اللي نقلت عنك. ان التاريخ يعيد نفسه، يعني اللي حدث حق معاويه في القرن الاول للهجره حدث نفسه في القرن الرابع عشر للهجره لمحمد باشا بن عبد الوهاب. راعي دارين. طيب. لما تزوج الشقحه. بنت حزام بن مانع بن حثلين شيخ العجمان. وحطها في قصره اللي بدارين. طيب. مثل ما قلنا ان هي يعني ضاقت ذرعا وملت من حياتها في دارين. نعم. وحنت الى الباديه. طيب. وقالت القصيده مالي بدارين ولا بالقطيفي. ولا بذا الديره ولا من نزلها. يا اخوي ما مثلك رماني بسيفي. في ديرة ما شفت حي دهلها، يعني دارين على ساحل البحر. شفي على نضو حبالة هيفي والحرملية لو زمالي جبلها، النضو البعير ما قلنا، والحرملية موطن أهلها. موطن طلعان الحمر عدد. والحرملية لو زمالي جبلها عمري على شوفة رشاب نكيفي ليجت من القربة تواجه بهلها. فابن عبد الوهاب لما سمعها تقول هالأبيات هذه رخصها وارسها إلى أهلها معززة ومكرمة. طيب الله الله. هي أشياء كثيرة من الموضوع هذا. عندنا بعد مثلا هذه شلشل بغمية. هذه أم جات خلاها راكان بن حذلين. ها. ولد عمها. أي. وعقب ما سفر خذها الدويش. عدل. وجابت السلطان هذا الدويش هذا. السلطان أبو فيصل. أبو فيصل. خذ 7 سنين في السفر. عدل. وقالوا إنها. إنها راح. إنها مات. عدل. وتجوزها السلطان وجيب رقبته راكان. ويا راكان وعاد قصيدة قصيدة على زواجها وعلى سفرها وعلى. فهذا شيشه البغمية شاعرة في نيد في القرن الماضي تقول الشعر العامي النبط تعيش مع أهلها، تزوجت واحد من بلدة الدوادمي
في نيد وسكنها في قصر مبني من الطين، فضاقت وملت تبي البيت الشعار، عاد قالت قصيدة مع الأسف أنا ما أعرف منها إلا بيتين، تقول لو هنيك بالهنا يا أبو مرداس، لو هنيك بالهنا يا أبو مرداس ما ولعوكم درهمين المطية البدو، ما ولعوكم درهمين المطية، القلب كنا يشطرونه بلماس من طين حضر حج روبه علي. البيت الشعر اللي قاعده فيه اقول بيت الطين ايه؟ تبي البيت الشعر ايه؟ الله الله ايه وحتى الرجال رجال بدو بعد ايه؟ مثل ما قلنا يعني غير نساء بعد يحنون اكثر ايه؟ وفي التاريخ شواهد كثيره، مثل جاء في زمن الوليد عبد الملك بدوي جاء الى الشام ايه؟ ومل من الشام وتمرض وجابوا له عاده طبيب يعالجه، فيقول الطبيب ايش تبي؟ فيقول ما يبي الا الرمث. ايه هو في بالشام وساكن في محل اسمه التسرير في نيد، فيبي الرمث يشم دخانه بس هذا اي هذا اللي يبي. عاد يقول جاء الاطباء من حمص تخالهم من جهلهم هل اداوى كالمجانين، اذا يقولون ما يشفيك قلت لهم دخان رمث من التسرير يشفيني. فهذه اللي على البدو ولحم الباديه شيء عجيب في تاريخه. بعدين ابو علي نبي نتكلم إيه؟ عن الجن اللي فيها هذا على ما اسمعني في بعض محلات في البر فيها جن بنعيرية وفي عين العبد إيه؟ والله يقولون ايش معلوماتك على الموضوع هذا عن عيرية؟ اي على النعيرية والله يقولون انهم يسمعون ويرقصون، يسمعون صوتهم حديدة بنت ماوية ايه؟ تلعب بثوب جدتها ايه؟ عطية ما هي عارية. حديدة بنت ماوية عليها ثوب عمتها أو جدتها ايه؟ عطية مو عارية. أنا سامع هذه ايه؟ وإنهم يرقصون فيها وأنا والله ما سمعتها لكن يقولون ايه؟ وما جودين الناس إن يقولون إحنا مر عارية بالليل وإحنا نسمع فيها صوت نكر يدق عدم ونسمع فيها رقص ونقولوا ما العرب ساكنين في الليل في ذا الجبل ما بل هذا الله على النعيرية. هذا أقوله ما الله على بالصواب. أما الجن مبسوطين في لا. قلت لي قبل مدة مساعة قلت لي قصة اللي بعين العبد اللي من المشعار أيه؟ هاي يسموها العبد نسبة إلى جني يتصور بصورة عبد. إيه هذا. شو قصة هذه؟ هذا الله يسلمك هذه عين من ماضي الزمان يطلع منها ماي بحر. إيه. وسموها في ماضي الزمان عين العبد. شلون عين العبد؟ شلون العبد؟ قالوا فيها عبد. من شافه ما حد ذكر شافه. ألا ركب من العجمان راكبين لبو صباح في مغزمية يركبون البدو الحكام يشربون ويعطون. وإنهم شافوا عبد هذا مثبوت. وهل ما جودين؟ إنهم شافوا عبد عليه ولا يش غنم موته. وطمع فيه واحد منهم وطرحه وخذاه وركبه معه على ذلوله. ويوم ركب فلو رجيله على صف ذلوله وجفلت وانحاشت وحل شداد حقب البطان ودزه ويشداده وطرح وهو راح في ظهره أخويا راح يطردونه وحوله على مقدر عواجم. ويوم جاء ولد ذلول قاض بين العواجم والعبد معينه قال وين العبد اللي جاكم؟ كان والله ما جانا عبد المطيات هذه جاتنا جافلة وطرحناها. صدق كذب قال والله ما عندنا ولا شفنا عبد. قالوا هذا عين العبد وكاد عين العبد صارت عين العبد لها الحلوة اللي هي ماضي زمان ولا نسمى عين العبد ولا لا جعلها لا قصيدة ولا جعلها مثل ولا جعل عادل شيء لا. وهذا وشيء هاي من القديم حتى العرب الجاهلية ما اذكر موضوع هذا ويسمون صوت الجن العزيف يسمونه باللغة العزيف. ويقول فيروزبادي والعز هو العزيف صوت الجن وهو جرس يسمع بالليل في المفاوز يعني القفار. وعزاف جبل بالدهناء سمي لأنه كان يسمع به عزيف الجن. بعدين من ناحية الجن أو الجني مشهور وخاصة عند البدو هنا بالحضر أنه يخاف من الذيب واجد يأكله عجيبة يأكله. يعني سمعت اخبار موضوع هذا شيء؟ اي سمعت ان هم اللي انا سمعت من عصابيتنا في ماضي الزمان وانا ما لحقت لكن لحقت على نسله.
أنها سمع صياح جني وانفزع له على ذنوبه. والجني خايف من الذيب. ويوم قال له ذبها كل عسى جاء استدرك بها. بالله عليه بالله عليه بالله عليه. وقف الذيب وهو وقف وقال وش عليك مني؟ قال وش علي منك؟ اكل يا ذيب اكل يا ذيب. هذه احنا شيبانا يسلفون بالناس ناس عاد موجودين نسلهم لهذه وهم من عصبتنا احنا. لا هم فاكر كان مذكور ويقول بالعبون الشاعر محمد بن العلوي اللي توفي بالكويت عام 1247 بالطاعون يقول في قصيده له عن نفس الموضوع تقول عن الجن يخاف من الذيب يقول في صحصحن كنا قفة ترس مقلوب طرب به الجن على فقده الذيب. اي فهي ماكو ذيب الجن على فقده الذيب. اي طرب به الجن على فقده الذيب. اي الحين ابو علي نبي نقدم رقصه. ما رقصه عندنا مسجله بالتلفزيون. اي نبي نقدمها يعني بنات يرقصون للعرس. بنات البدو ما يقنون ذاك ساعة يرقصون لأصغار عرس. بل على العرس وعلى عيد وعلى أي. فعندنا رقصة ممتازة البدو بنات البدو يرقصونها في العرس مسجلة بالتلفزيون فنقدمها للمشاهدين الكرام. أي طيب كان شوفها عقد الشحم عدون هيت مباك 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 عقد الشحم عدون يا حس أبو علي نبي تعلمنا الحين في البدو في البر إيه؟ المريض شو يعالجونه فيه؟ إذا صار واحد مريض ويا سخونة ويا شيء مرض المريض طال عمرك من عراف المرض فيهم ناس إيه؟ يعرفون اللي صار فيه كحة فهذا يعرفون إن الكحة إنها علاجها أما كي ولا فصد وإذا الله راد له شفاه وافق ولا سخونة صار سخونة قوية ولا صار طول العمرك سخونة يعني مثل الحمى إيه؟ هذه والله ما لها عندنا أم الحمى عندنا لها من الطب لا قامت تتفهد منه وتعوده وتنفك منه أما الحمى الذيب أو الحمى الظبي أو الحمى الضب أو الحمى الحصني يطيب هذا بأمر الله يطيب عجيب فأنا قد جربتها في نفسي في حمى هذا دواء الحمى شعطه أعطني الحمى الظبي طبت شوف وفك لي الله ما فلتني ودعودي لك النشوة عدل هم طال عمرك
وقع الباطنية هذه. إيه البطن. وقع الباطنية هذه، هذه يفهمون يقولون هذه من لحم النقي. يصير قثة، يقولون له القثة. القثيثة. عجل. القثيثة. إيه؟ يكون إن كان وقعها في كبده يكون كبده، وإن كان وقعها في سره يكون سره، وإن كان وقعها في رأسه يكون رأسه. وإلى رد الله له شوف أسلم. شو بقينا فيه؟ بقينا فيه وقع العظام. عدل. لو صار ظهرك يعورك وصارت شيكك تعورك وعظامك تعورك وقاربك يعورك، فهذا لا يمتثلون يقولون هذا السابع، فلكن السابع ينفذون ظهره لبسلك فيه إبرة. ولا رد الله له سلامه سلم. في آخر الزمن يوم جاءت الأطباء قالوا هذا مرض البواسير. هذه واقعها هذه. فاليا صار طال عمرك وقعه في الرأس، فهذا يقولون له فرغ، إن الرأس عظامه متفكة شوي، ينصبونه بدهنة ودكة حارة على رأسه، على رأسه، ويربطونه له بخيط شعر، طبونه حيل، ولا رد الله له سلامه سلم. يطيب. ولا صار العوار في العيون، فهذا لا يقول بين البثرة وبين الرمد، في عالجونها بدواء حريم أو يحكونها بعد عين أو يحكونها ويعالجونها بدواء، ولا رد الله له سلامه سلم. والإسهال إذا صار ويا إسهال في شيء يعطونه يعني ما يسمى الحشي بشيء؟ هذا طال عمرك إذا صار فيه إسهال. صار فيه إسهال يعطونه روب. بالرايب. بالرايب. العشب ما يأخذون من العشب شيء؟ العشب مال البر ما يستعملونه؟ لا 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 ما يعتملون. لعدة ما يحطونه على سكونه؟ لعدة ما يعطونه. القعدة هذه. القعدة هذه طول عمرك والأشجار الأطباء هذه لا صار فيه ريح. لا صار فيه ريح يتارع، يصير يتارع يقولوا هذا فيه ريح. وتعور الكبدة ويصير شاهدة، يعتبون له القعدة، يعتبون له الشيح، يعتبون له القصوم، يعتبون له هذا ايش اسمه بعثران، ويحطوني في ماي وحرمل، ويحطوني في ماي ويشربه. ويلا رعد الله له سلامه سلم. زين ابو علي، من ناحيتي اذا صار بالحرب ساعات واحد ينجرح ويصير يعني يطلع الدم من النوايد، شنو الشيء اللي يحطونه مثل اذا انقطعت واحد يد واحد والله ما والدم نزيف؟ والدم نزيف شو يحطون له شيء اللي يقطع الدم؟ والله ما يحطوا له شيء، يحطوا له يكمدونه بشيء يكمدونه، ولا والله الدم والله ما يرد عندنا الا عقب ما جت الدخائر العايدين. لا ابي بالبر ما يحطوا له شيء. انا سمعت يقولون ان هذا دهن يسوونه حار كلش الدهن ويغطسون هذا اليد او الريل فيه. ما هذه اللي يفعلون الحكام، يقطعون يده ويقطعون رجله حتى يوقف الدم. اي هذه يحطونه في شوب. في شوب. وما احنا صواباتنا هذه احنا يا البدو اللي يصوبون والله يشيل الدم منه ويوقف دم. يعني ما تحطون شيء اللي يوقف الدم؟ ما نحط منه، بس يكمدونه ملح في دهنه حار. يكمدونه فيه شوي ولا راق الدم يبقى الدم. ولا الدهن بس يحطونه بالديره لواحد مثل الحكام؟ ايه. ولا بدو ما يستعملون الدهن اذا صار في حرب او واحد مجروح؟ اللي يقطعون يده. اللي يقطعون رجله. هذا يحطونه في هذه ويوقف الدم. ويوقف الدم. بس حار حقا. الله ولا حنا. زين ابو علي بسالك عن هذا الحيات. وهذا ساعة البر حيات وايد وعقارب. ولا هالحين. لا ولا اكثر بعد يمكن. ذاك ساعة ماكو حركه ولا سيارات ولا ناس. فيعني شنو علاجها؟ عند البدو ولا واحد قرص حية شو يعالجونه فيه؟ والله مقرصان الحية فآخر ما يعالجون هذا الكي يكون رأس الناب. محل العظم. محل العظم. وهاك الحين يوم سيد ياسين ويوم السادة يقرون. لا يقرونها ولا أبدا. لا بالبر عندكم. بالبر بس يكونها أو يأخذون لهم كرش ذبيحة. يروحون بالخروف او صار ويحطون رجله فيها. انه ينتفخ الحراره تمص عدلي. انا سمعت هذه عادي ما يعجون فيها. بعدين قلت والله والله خير انا والله خلنا اقعد كذا ويسل. لا انت قلت لي مره عن هذا اللي يطلع شيء من الداب. يطلع منه خرزه. خرزه. هذه خرزه تطلع من الداب. تطلع من الداب. بس من الداب. من الداب
زين وين يلقونها الخزة هذه؟ ومن العقرب. وين تلقونها؟ يلقونها في غارة شيء أو محل قاعدين؟ في قحر في شيء يلقونها. ويحطونها على محل قرص؟ يحطونها على محل قرص. يطيب؟ ويطيب. زين هذا الورر ياكل حية؟ هذا مقطر عليها. اي مقطر على الباب وعلى الحية. اي اي واليوم انها صار تهاوشون ويا الحية تهاوشون يلحون. لا الديبان الكبار ها ولا الحية ما تهاوشها لها، اذا قطعها وياكلها. بس الدواب الكبار؟ دواب الكبار اليمة الكبار هذولي صمد هو وياه ولا استطر يصير العين الرمرامة يتبرك عليها ويروح السم منه. عجيب والله. اي ويهوش ثانية. اي لكن الورر ما 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 يعض الورر. هو يعضه؟ لا لا ما يعض الآدمي الورر. لا 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 ما يضر. ما لو عضه ما يضره. ما في شيء. انا قد عض الطير ورمت يده وسل ما ماكو شيء. انها قضبها الطير وقرط الطير. اي عدل. زين وائل ذاك سائل ذيابه وايد لذيابه ويعني صعبه على الناس وعلى الغنم وشيء عاد ذاك سائل الكلاب كله ويا الغنم وعجود الشعر اللي حراستها وحمايتها من الذياب. هذه الله سمك الكلاب هذه الله سبحانه وتعالى خلق الكلاب هذه من سبة الذيب هذا. هي تطارد الذياب. هي اللي تقعدها قاعدا هي وياها. عدل. زين بعدين الذياب ما تاكل ناس من البدو او غيرهم اللي في البر؟ لا والله تاكلهم. اي لا بالاقصى وايد يعني توصل لما سمحتي للرمثيه هني تعدي واجد ايدك ساعة وفي الجهرة جينا تاكل قرب ايضنا منها واحد من هالجهرة دخل الذيب على حوشة مع المدعاب وكلا له انعقى ويوم بغى يرد مع المدعاب مع ساسة اي يعني ويوم شاف الصبح جاه وهو يطيح يموت يموت ويوم جاوه ماكل العيد ولا هذا ميت لا يبني الكلب كل العيد ومات يلا طلعوا طلعوا ويربطون في كراع خيط البجور يطلعونه ويوم طلعوا وشاف لها وهي بحضن عاش. عجيب. هذا لا شيء عجيب. فين الشيء ذاك الحين واجد الوحوش هذه وايد اي الحين ماكو شيء بالمره ابدا والله بيها بيها لا طيور لا شيء قليل ماكو شيء قليل والعشيب ذاك الساعة والبار والخبادي والأمطار يعني وين البار ذاك الساعة والبادية؟ يقول الشيخ في الحديث الذيب ما يشبع في إلا بأسبوع يوم. إي ولا كثير ما كله من العشب ومن الجن. إي ولكن ما يشبع من اللحم يعني الدبش هذا إلا في أسبوع يوم. نهايبه ما نهايبه حتى لما نعض وتلحس من الدم وتلحس من الدم إنه يسقمه. أبو علي بسألك عن هذا البعارين اللي يعزب فيهم يعني يتم شهرين شهر ونص في البر صعبة بروحه بس في البر يعني ما عنده أكل لبس حليب مال البعارين حليب مال البعارين واللي يصيد يعني من يصيد من الصيد يأكل ضاب أرنب إيه ضاب أرنب إحبار صار ما تبقى يصيدكم ولا وبعدين بالليل بشتاء وهالمطر والبرد يعني ينام بالخلق ينام في الخلق صعبة ما يخلي روح مجوم على ساحة مجوم على عباه لكن لك تدمر من المطار بعد والله متقنعين بالمطار وفي النهار ويصب عليهم والله شيء يشبون ضويهم يشبونها حتى البدو نفسهم في بيوت شعر هم بقى صعبة أيام مشيتها لظلم مدة طويلة أيام مشيتها مطار وكل شيء عليهم مطار وعليهم غرقين غرقات ولا ضيق عليهم أيام مشيتها البرد هذا وحلالهم ببيوتهم ولا عاد يظهر يرعى ويضرهم صار مطر بعضنا بعد أسبوع إيه نعم إيه ما عاد يضع ديمة ديمة طويلة إيه البعير أشلا شوي عض في الشجر ويأكل منه ونعيته لصار ماكو عشب ولا كو شيء يدهلك كذلك بعد بالصيف بالسموم والحر والشمس هم بقى صعب البر صعب لكن معينهم الله أي والله والدواب تطلع بأيام أيام الصيف معينهم الله والله جاريت الألانة لا صعب وايد صدر عند البيل ونغجي بالقيض هذا مع الغزوان ما أظهر ذلولك ملا شهابك ضمى وطرد وخارات وحزايم وشهر عدل وجوع ولكن ما يطرحنا إلا الضمى ولا الجوع هذا ما يخال ناكل من البعارين ونذبح من الصيد وجهاب وما جهاب الحين أبو علي نبي نطلع صور عندنا صور قديمة بشوفها من 60 و50 سنة و40 سنة و30 سنة عن البدو فبنطالعها
هذه عديلة. شوف هالصور هذه اللي مطلعها مصورها القسكة الفيري والدكتورة حليمة زوجته. هاي صورة قديمة، هاي بدو اثنين بسوق الكويت. فواحد عليه عبا برقة وعنده قاضب سيف، واحد ثاني متلطم. فنطالع عقبها. هذا بدوي. مصورة القسكة الفيري. هذا بدوي ذا. إيه شو ذاك ساعي يربون الشعر الطويل. إيه. يربون الفروسية والرجولة. الله الله. يعني مو مثل الحين يربون حق الميوعة. هذا الحين نحن حاطين شوشة. إيه. خنافس وما أدري شنو. فهذه صورة قديمة كلش هذه. ممكن حوالي 60 سنة لها. شو على رأس هذا. إيه رأس. أنا طاع الصورة اللي عقبها. هذه صورة بدوي في سوق الكويت. إيه. بالصفاء. عند بندق. طالع عقبها. هذا بدوي مجروح ويتعالج في المستشفى الامريكاني. من حوالي 50 سنة. هاي اخذت صورة هذه الدكتورة حليمة. ذاك الحمل الامريكاني. الامريكاني يتعالج هذا مجروح. الله الله. طاع شو راسه ايش طوله. طاع لي وراها بعد. هذه مصورتها الدكتورة حليمة من حوالي 55 سنة. هاي بدوية. لا صورة قديمة. هاي حق بدوية عليها برقع. اي لكن من 55 سنة تقريبا الصورة. هذه قريبة. اي بس مو موجود. كل مناظر هذه مين موجودة الآن؟ كلها انعدمت. لا بالله مين موجود. اي ما ندري ذي قبل 55. هاي الصورة قديمة بعد في صفات الكويت. اي شوف البعارين والغنم من بعيد بين الدكاكين. بعد نشوف صورة وراها ثانية. هذه بعد صورة في صفات الكويت، ناس قاعدين بدو جماعة. حير بدو الكويت من أول مساحته. بالصفاء. مساحته وسيعة. إيه هاي بالصفاء. هاي بالصفاء. إيه. اللي عقبها. هذه قافلة طالعين من الكويت. إيه قافلة. إيه. من البدو طالعين. ماخذين زاد. هذه. إيه يمشون جميع. إيه نعم شكرهم. هاي صورة قديمة لها حوالي 50 سنة أو أكثر. شوف بعد الصور حين غيرها. هذا الحني. هاي صورة ممتازة. هاي مصورتها زوج الدكسن. حين صور اللي عقبها كلها مصورتها زوج الدكسن أم سعود من حوالي 40 سنة. أم سعود. إيه زوج الدكسن. جاي يتند بعارين وعاكسة. إيه كل بالبره والصور. وعاكستهم. فخص صورها مصورتها زين. شوف الحني الزينة. والعشب والعرفة يبين بالصورة. انطاع بعد لعقبها. انهم شنو يعكسون البدو مظاهرهم. هذه نفس الصورة مساعية مبين الحني. ايه او الظلة. هاي اهم بعد بعارين مبينين وجماعة وياهم. ايه والعشب والعرفة يبين. خوش منظر ظلة. ايه منظرها كلش حلو ممتاز. زينات الحلو. لا ومزين كلش كراكيش. وودع من قدام حاطين له. مبين بالصورة. هذه شادين بدو شادين. هاي مصورة زوج الدكسن بعد. شوفوا المزاودهم وأغراضهم. أيه. وهذا في قبيط مرة قاعد داخل قبيط معها ياهل. الله الله. شوفها واضحة شوف القبيط. يلا طيرها يلا. بعد شوف صور غيرها شوف جماعة بعد غير. هذه هذا مظهور من البدو شادين. يلا كذي خبطان. شوف هاي البعارين. هاي بعد جماعة من البدو شادين. وأغراضهم وياهم حتى نبين الكلاب من تحت نبين أصفرها. اي والمحامل. أه
هذا هاي تصوير زوج دكسن، هاي صورة لها حوالي 35 سنة أو أكثر. جماعة من البدو يروون ذاك ساعة يوم على القلبان، هي ما في قلبان مولية، ما حي يروي على القلبان، كل سيارات. هاي جماعة من البدو يروون على القلبان، شو الصورة وعندهم بل هذا يسقونها، شو خذ صورة واضحة كل الصورة، وهذا فصله قاعد يسقي جثها. هذه بدوية صورتها زوج الدكسن من حوالي 35 سنة. الله أعلم. بس الولية أقدم اللي بساعة طلعنا ولية اللي 60 سنة قديمة. هذه قريبة، هذه جعلها فيدها ساعة. لا مو ساعة، لا 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 خصور. خصور. لا لا خصور. فيدها اليمنى ساعة. لا لا ماكو ساعة خصور. هاي من 35 سنة هذه الصورة أو أكثر. بس هذه الولية أقدم اللي مصورتها الدكتورة حليمة. هذه بيت شعب صورة زوج الدكسن. الله الله. شلون الزينة وطاع العشب. الله الله ورقاته فيه. اي نعم اي والساحة. لا خوش منظر هذا. هذه بيت شعب لك صورة، هاي صورة جديدة من حوالي شي 10 سنين. بس شوف ماكو عشب مثل هذه الأولية هناك. كسرة. اي من الكسر. بس ما في عشيب ولا من العرفة، المنظر الزين في البيت الأولي لما صورت الزوج الدكسن، هاي توا جديدة الصورة. اللي عقبها طاع إذا في صور. هذه بعالين على معلق. على ما. إيه. شوف حيران هما. إيه. عدل. ولا يحتركون. لا صورة هذه. إيه. إيه. بس على ما اعرف قاعد ياكلون البعارين. اي زين. فشفت الصور الزينه الممتازه. لا زينة. ويعطينا المشاهدين صوره جليه واضحه بواسطه الصور هذه. بعدين ذاك ساعه احسن شيء مثل عند البدو والغنم والبعارين والخيل. البعارين اي احسن انواع البعارين؟ والله كل من جنسه زين. المياهيم اللي كلها جنسها واحد. لا شفتها وسمان وزينة، قلت هذه زينة. لجتك المغاتير لجنسها كل واحد ولونها واحد، قلت له والله هذه زينة. لجتك الصفر مثل الأمثال. لا ولا صارت ملونة من ذي أربعة ومن ذي ثلاثة ومن ذي اثنتين، صارت بعد ملونة ما لها زهرة. وأحسن البل اللي من عمان هذي كيش البواطن كلها جيش. أهل الجنوب كلها بعدهم جيش باطنيات وعمانيات. ما فيها ملاحين ولا فيها صفر ولا فيها أيه. هذه كلها جيش عادل. ناقتها وحوارها وبعيرها وكلها أيه. وسريعة بالمشي وسريعة وركض أيه. أيه. هذا الشاعر اللي يقول يراشي باللي بعيد الخد يمسنه ضرائي بواطن من ضرائي جيش بن ثاني, أيه جيش بن ثاني. أيه. الشيخ جاسم بن ثاني عنده بعارين وايد جمال. وعقبه ولد الشيخ عبد الله بن جاسم حاكم قطر. كان عندهم يعني ابل طيبه يضرب فيها المثل. اي نعم يقول يا راكب اللي بعيد الخط بعيد الخد يمسنه بواطن من ضرايب جيش من ثاني ومن الثميلة لديار الشوق يمسنه اللي روحهم بالوصايب. شو عقبها بعد؟ تكفون يا لابتي سجوا عليهن. اي سجوا ولجوا وصيروا العمر فاني عادل لبد من خلقة بيضا على سنة والموت من قبلنا مع أفراك. اي هاي من قايل القصيدة هذه؟ مدري من قايلها بس قديمة قديمة لكن أيه. أظن قوالها أنها بصبيح قصاد بن العيمان. ها اي بن صبيح بن سعد بن صبيح. بن سعد بن صبيح العجمي. اي اي ومثل ما قلنا يعني البدو يصبرون على العطش مدة طويلة في البر أيام السموم والله صعبة صعبة عليهم. هي يصبرون على العطش يلا يلاوون الرياقيل يلاوون ويذبحون ابل ويتفضضون فوضى وما أدري إيش. أنت مرة ما صارت الحادثة إيش اللي قلت لي؟ وين؟ حادثة في البر ذبحتوا بلة أو شيء كني أو سامي؟ والله أنا لا ذبحناها ولا شربناها ولا كل إحنا لحقنا ذكك. ها؟ لحقنا ذكك بعضنا ربطنا على ظهر الدلول من العطش من العطش آه. ولكن فرجنا لقينا الماء ولا ما ذبحته؟ لا لا ما ذبحنا. أخذنا طال عمرك توزنا البارحة في الليل وشرينا ويوم أصبحنا
ولا والله ما عاد معنا من هو شيء، حلبنا من البل ما ادش حلبنا وتوزلنا على ادون من الكير، والله علم ادون من البطن ادون من البطن صبح وحنا عليه ولا جينا الملل عشاء. والله جينا وحنا والله قد حنا دايخين، لكن فينا رجال عزمهم قوي عادي وردوا ذا ذا وفرج الله. ايه الحين ابو علي نبي نقدم يعني سريح ونشوف رقصه. ايه رقصه مال البدو مال الشمال. ايه الدحه. ايه ايه مو عندنا جابها بساعه. ايه الحين لا غير الحين بنشوفها. ايه الدحه. أيها المشاهدون الكرام، نأتي على نهاية هذه المقابلة مع الحاج عبد الله بن علي العزب العجمي، وهو من رجال البادية المعروفين. وفي المقابلة الثانية سنتكلم عن رجال البادية وفرسانها وشجعانها والغزوات والحروب التي حدثت في البادية. وأنني أشكر مرة ثانية الحاج عبد الله العزب على حضور التلفزيون وتسجيل هذه المقابلة معه، وسجلت هذه المقابلة يوم الاثنين 1 سبتمبر 1975. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Come on!
شيء.